عليكم ورحمة الله 25 وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين احنا النهاردة عند كده كام؟ عند أبو عامر، هنشوف 22. تشكيلة القماش 22 اللي جمال عنده. القماش ده شانيليا عنده شانيليا، شانيليا كانت ب 25 عندك جنيه البنات منه تانية ولا لا؟ ولا فيش غير اللمده، في بلند بعد كده الجاب المتر ب 20 و15 فضلات. والخضة بكام؟ الخض هو الأربعة بعشرة، الأربعة بعشرة؟ الكبير والصغير الأربعة بخمسة. الأستك، الأستك بكام؟ الأستك ب 25 جنيه أهو، الكيلو؟ والكود، والكود ب 20. الكود ب 20. اه ده كام؟ ده من هنا فضلات ب 15 والكاب ب 20. المتر ب 15، دي فضلات اهي، المتر ب 15 جنيه عند ابو عامر. دي اهي قماشات اهيت كلها اهي موجوده، يعني ما لو انت بتنجلي دي تعمل بيضات كده يعني. دي كلها الفضلات دي المتر ب 15، انما التواب اللي فوق دي المتر ب 20 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده الواناتها، ده لون، لون البني، واللون دوت ده كمان اهو، كل الالوانات موجودة عنده، 7 الوانات. المتر من ده ب 20 جنيه، شايفين الاشكال اهي. ده شانيليا اهو، المتر ب 25. عرض 220. عرض مترين وكم؟ 220. ومشيتها حلوة، مشيتها تقيل. ده شانيليا تقيلة اهي. والاستيك الكيلو بكام؟ الكيلو ب 25. الكيلو ب 25. دي ستاير الزرقاء دي؟ ده ده شنطتي. ده بكام؟ ده ب 20. كيلو ب 20. دي تشكيلة قماشة اهي ب 20 جنيه، تشكيلة بقى فوزينات وحاجات زي كده، ممكن تعملي طرح كده اهي. كل الالوانات دي موجودة عنده اهي عند ابو عامر. ومن هنا بكام؟ شانيليا؟ لا جبردين وملاية بالكيلو؟ اه فضلات، فضلات ده اهو كيلو ب 20. وهنا الحتة ب 10 فرو، دي حتة ب 10 جنيه، فكرة فيها حتت حلوة كتير اهي، شايفين اشكالها اهي، حتة اهي ب 10 جنيه، ابيض، بني، رمادي، والاصفر، كلها الوانات حلوه بصراحه. والاسود ده في منها الوانات كتير اهي، شايف الحته دي قد ايه اهي. لو انت بقى تعملي بالطو وجاكيت وتحطي بقى على اليد وتعملي على الجاكيت من الياقه من فوق، شايفين الحتت اهي، دي كلها الحته ب 10 جنيه، دي كلها اهي ب 10 جنيه. هنبص بصة تاني كده على بقية الحاجات اللي عنده. دي الكيلو ب 20 جنيه، دي كمان، ده ب 15، دي فضلات اهي كيلو ب 15. وادي اللي طوبه المتر ب 20 جنيه، ده كله فين؟ عند ابو عامر. هنبص تاني على الشانيليا اهو، ده الخض الكبير الأربعة بعشرة والأربعة صغير بخمسة. الأربعة بعشرة كله أوفر الأربعة. ولا خيار كم؟ في عايزة دي أقيسها لك؟ أما الكبير قلت بكم؟ الكبير الأربعة بعشرة والصغير الأربعة بخمسة. الأربعة بعشرة والصغير الأربعة بخمسة. ما تنسونوش بقى لو عجبكم الفيديو شير ولايك، ولو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هصور لكم عند ابو عامر تاني لو نزل تشكيله جديده عنده. كان الشانيليا دوت كان عنده لونين بس القماشه بتاعتها تقيله على فكره، تنفع بيضات او كفر مرتبه او تعملي بقى حاجات. كان متر ب 25 جنيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استنوا ان شاء الله في الفيديو القادم.